وش أكثر الشعوب اللي تبتسم يا شيخ؟ خليني أبدأ معك كذا بعدين نتفاهم. أكثر أول شيء اللي تحفظ على كلمة رحالة ونعود له. يلا. مسافر تقدر مسافر. بالجوال. فأكثر خايف من العين أجل يا صيح. خايف من العين. لا أبدا، أنا مؤمن إنه بعد اختراع الطيارة سقط مفهوم الرحالة. الحين صار يتغدى في لندن ويتعشى في باريس يقول أنا رحالة. صحيح. أها. يعني قصدك إن الرحالة لازم يكون تعب. طبعا فيها يعني معاناة، فيها بحث، فيها. هو السفر بشكل عام مقرون بالمشقة. حتى يوم قالوا السفر يسفر عن أخلاق الرجال، ما هو السفر الترف، السفر المقرون بمشقة، لأنه هذه المشقة تسفر عن الأخلاق الحقيقية. صدق. لكن أنا أروح مع زميلي درجة أولى ونتعشى في القاهرة ونرجع على ناخذ في تونس يومين وراجعين، وأقول والله اكتشفت أنه هذا الشخص لا لا صدق. لابد أن يكون السفر مقرون بمشقة. يا سلام. أيضا الترحال عالم مو بسيط، الرحالة لابد أن يترك له أثر. هي أصبحت موضة الآن، الواحد يروح ثلاث دول في يومين ويكتب قدام اسمه رحالة. فعلى ابن بطوطة ما ترك، يعني هو سيد الرحالة، حتى أنه الغربيين يستشهدون كثيرا في ابن بطوطة في رحلاته. لكن نرجع لموضوع الابتسام، وموضوع جميل. يا سلام. فلابد أن نبتسم. جميل. الشعوب شرق آسيا بشكل عام شعوب مبتسمة، حتى في مرورها، في حتى نشوفهم في المدينة يجوا في الحرم يمد يده قبل أن يمر بجسده. وغالبا ما تكون مقرونة بابتسامة. سبحان الله، الابتسامة كما قال أبو محمد مفتاح القلوب. بالفعل هي مفتاح للقلوب. أما على سبيل القارات في أوروبا، نرى أن الشعب البوسني شعب مبتسم، مبتسم، أخلاقه جميلة رائعة. على على صعيد مثلا نقدر نقول الامريكيتين، الشعب الامريكي سبحان الله شعب ودود بشكل عام، شعب ودود متقبل للاخر، مبتسم. يعني حتى اديب الفقهاء وفقيه الادباء الشيخ علي الطنطاوي كان يتحدث عن الشعوب وطريقه تعاملها، يقول بعض الشعوب يكون الخصام دقيقتين ثم يكون سل الخناجر، ويقول بعض الشعوب يكون الحديث خمس دقائق ثم يكون الضرب بالكراسي. يقول أما في أندونيسيا فإن هذه اللغة غير موجودة، وأظن أن لغتهم خالية من ألفاظ السب. يقول الشيخ علي الطنطاوي يقول ما حسيتهم يسبوا. أما في أرض الكنانة يقول قد تكون المشاجرة نصف ساعة ثم لا تمد الأيدي، يفترق الفريقين وهم مبتسمين. لأن شعب حبيب. شعب حبيب.